السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اسمه تكست تو كليب، عبارة عن ايه؟ ان انت تقدر تحط مثلا تكست بالشكل دوت وتقول له بلاي، تختار طبعا من اللانجوج، هتختارها عربي. الموقع ده من المواقع الجميلة اللي بتدعم اللغة العربية. قول له تشكيل عشان يجيبها لك بشكل افضل، وقول له بلاي، هيبدا يعمل لك ذكاء اصطناعي للصوت والفيديو وتكست اثنان كليب، موقع لتحويل النص الى كلام يدعم اللغه العربيه بأربع. فتلاقيه راح عامل لك الملف صوتي بشكل ده. تقدر بقى تيجي هنا وتقول له مثلا عايز بريك مثلا لمده ثانيه، فيقف مثلا هنا ثانيه، وبعد كده تيجي هنا تعمل مثلا بريك تاني، تعمل ستريس مثلا على نقط معينة اللغة العربية مثلا ممكن تعلم عليها كده، وتقول له أنا عايز هنا ستريس شوية بحيث إيه يدي فترة يركز على نقط، في نقط معينة يقف عليها شوية وهكذا. ممكن تعمل ريزولت وتعمل أكتر من كليب، يبقى في أكتر من كليب عندك، تمام. مجرد تقول له ميك أوديو يبدأ يعمل لك الأوديو. نقدر برضه نضيف مؤثرات صوتية من هنا، لو عندك أي ملفات صوت هتلاقي هنا، لو في أي مشروع تقدر تستعمل حاجات ممكن إفكت، نقول له مثلا أنا عايز الصوت ده، يبقى الصوت ده موجود معانا. ذكاء اصطناعي بعد ما يخلص الصوت يبدأ بقى إن هو إيه؟ فيديو على الصوت، يعمل مؤثر صوت ده. لو انا عايز اضيف الصوره ادوس هنا واقول له جو تو ابلود، وابدا ارفع الملفات بتاعتي. اقدر ارفع صور، اقدر ارفع فيديو، اقدر ارفع ساوند، فاقول له ابلود فايل. وكمان حتى لو عندي فيديو على اليوتيوب ابدا ان انا ارفعه. طيب خلينا نرفع اي صوره وليكن مثلا ديت.